أذهب إلى الزميل سعد بن متلع العتيق. شكرا سالم. إذا مشاهدينا الكرام، تتواصل هذه الانطلاقات المفرحة لعشاق الأصالة والتراث مع تجديد المنافسات. تبدأ الأسماء في الظهور وتبدأ أيضا الشعارات في مد جسور التواصل مع المراكز المتقدمة، مع المراكز الأولى، والكل يبحث هنا في آفاق هذا الميدان عن الناموس وعن ذلك الشرف الذي يراود مخيلة جميع المشتركين. ننطلق إذن مع منافسة جديدة آفاقها ميدان الشحانية وآفاقها كذلك هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إذن ها هي البداية وبداية منافساتنا في حلقة مسلسل هو لهذا سنسن لقاية، وها هي الحلقة الخامسة الصباحية والبداية مع المركز الأول. إذن مسنات تحتل المركز الأول وتنطلق للسيد صالح بن حمد القمرة المري، بينما النقلة على المركز الثاني والمتابعة من سرابة من تحتل المركز الثاني للسيد محمد بن راشد الخاطري. أما ثالث المراكز هنا التواصل مع سمحة للسيد عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، بينما المركز الرابع نتابع المركز الرابع وننطلق هناك مع أيضا التواصل والاندفاع لمنحاف لعلي بن مهير بن كليب الاكتبي، والدخول أيضا يأتي والتسلل من قبل شديدة للسيد عبد الهادي بن حسين البريدي التي انطلقت بدورها شديدة وغيرت إلى المركز الثالث. المركز الرابع بنقول هناك من حاف لعلي بمهير أو علي بمهير بن كليب الاكتبي. أما خامس المراكز فتأتينا نشوة للسيد محمد بن أحمد بن ماجد الخيلي. ها هي النتيجة إذن للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، ووجب التنويه بأن الفائز بالمركز الثاني في الشوط الرابع هو وبران لسيد محمد بن العصري الخيلي. ها هي إذن نتيجة المركز الثاني في الشوط الرابع، نقول الناموس لك يا الخيلي على هذا الفوز. نعود بكم إذا مشاهدينا الكرام هناك إلى المقدمة وإلى شعار صالح بن حمد القمرة المري الذي هناك في المركز الأول في هذا المركز المتقدم مع مسناد. مسناد إذن هناك في صدارة هذا الشوط تحتل المركز الأول في انفراد مميز هناك على الصدارة بدون أي مضايقات. هناك تحتل المركز الأول وهذا هو الفارق ما بين مسناد وبقية المراكز. إذن الصدارة هناك مع شعار السندباد صالح بن حمد القمرة المري، والعويسي أيضا يتابعها في عملية التضمير سليم بن علي العويسي. المركز الثاني هنا بدأت التحركات وبدأت الانطلاقة من سمحة. سمحة إذن تحتل المركز الثاني لعتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وشديدة شديدة على المركز الثالث. تأتينا بشعار عبد الهادي بن حسين البريدي الذي ينطلق مع شديدة. المركز الرابع أيضا هنا نشوة، نشوة تحتل المركز الرابع لسيد محمد بن أحمد بن ماجد الخيلي. وفي المركز الخامس أشاهد هنا شعار النجم العيناوي، بالفعل شعار النجم العيناوي الذي تواصل وتألق مع أشواط الحقائق في أول أيام هذا المهرجان، شعار مطر بن حمد بن عميرة الشامسي والذي يتواصل مع العاصمة. إذن العاصمة على المركز الخامس، ولكن المركز الأول هناك، المركز الأول هناك مع مسناد. كل الطموح، كل الطموح وكل التوفيق لكل المشتركين الذين يمتلكون الطموح الكبير. كيلوين على النهاية، كيلوين متر إذن على خط النهاية على معرفة نجم هذا الشوط. ومسناد هناك، مسناد إذن تحتل المركز الأول، تنطلق بشعار مالكها صالح بن حمد القمرة. السندباد إذن هناك مع المركز الأول، السندباد مع مسناد يبحث عن الأمجاد في هذا الشوط الخامس. يلا يا صالح يا بن حمد يا القمرة، أيضا ممتلك هذا الشعار الذي عودنا دائما
على تقديم أجمل وأفضل المستويات. المركز الثاني يا سلام، شديدة اتحركت، شديدة وانطلقت في المركز الثاني عبد الهادي بن حسين البريدي. وفي المركز الثالث سمحة عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. وفي المركز الرابع الآن ما شاء الله وصلت الشايبة، الشايبة الصغير بن محمد بن سهيل العامري. الله يا الشايبة، الشايبة انطلقت الآن، انطلقت الشايبة في ريحان الشباب تقدم هذا الأداء الممتاز. بينما هناك الله من حاف انطلقت الآن مع نهيان بن عبد الله بن ركاض العامري في المركز الرابع. وفي المركز الخامس الماجدية المبارك بن محمد بن زايد الخيارين مع المزعج عتيق بن حمد بن قريع المري. ها هي النتيجة، ومسناد هناك تقترب من الكيلو، مثل الأخير تقترب من الكيلو الأخير، وخلاص الكيلو متر، الكيلو متر النهائي بقيادة مسناد التي قادت هذا الشوط طيلة 4 كيلومترات. ها هي الآن تمارس حق القيادة في المركز الأول. هناك مع السندباد صالح بن حمد القمرة وسليم بن علي العويسي، سليم الذي أصدر التعليمات هنا في منطقة العمليات. المركز الثاني الماجدية تقترب بالإضافة إلى منحاف وبالإضافة إلى انطلاقة شعار العملاق العناوي مظفر بن محمد العامري. ما شاء الله 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 الله. أيضا الإحصار الغربي يصل مع ريام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وتسلل أيضا يأتينا، تسلل وانطلاقة أيضا من أم لباس خضر اللي غيرت الآن، وانطلقت أيضا قادمة بالممتاز، قادمة بالأداء الممتاز اللي هي الشاهينية لجمعة بن عبيد الراشدي. الله 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 الله. إذا الراشدي ينطلق مع الشاهينية، جمعة بن عبيد الراشدي مع المركز الأول. المركز الثاني أتابع هناك العملاق العناوي مع مشكورة وسعيد بن مظفر بن محمد العامري. الماجدية في المركز الثالث، ولكن الله نوادر أحمد بن سعيد بن منانة السويدي، جاءتنا نوادر، فاجأتنا نوادر. الله 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 الله. هذه النادرة أيضا نوادر نوادر نوادر. تهانينا لأحمد بن سعيد بن منانة السويدي على هذه المفاجأة النادرة السارة من خلال انطلاقة نوادر مع المركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان من نصيب مشكورة لسعيد بن مظفر بن محمد العامري. المركز الثالث كان من نصيب الماجدية المبارك محمد بن زايد الخيارين. المركز الرابع جاءت فيه إجرام للسيد محمد بن غريب بن راشد الكتبي. أما المركز الخامس فجاءت فيه الشاهينية لجمعة بن عبيد الراشدي. مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني إذن لهذه النادرة لنوادر 7:47. وفاء وتماما تهانينا لأحمد بن سعيد بن منانة السويدي على هذا الفوز. أما المركز الثاني فكان من نصيب المركز الثاني مشكورة للسيد سعيد بن ظفر محمد العامري 7:47 43 جزء من الثاني. تهانينا لسعيد بن ظفر محمد العامري على هذا الفوز.